عن استخدام التصريحات الحكومية اللبنانية الأخيرة ضد السوريين والحديث عن موجات هجرة جديدة لأوروبا، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. هل حقا أن اللاجئين السوريين مسؤولون عن هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان عقب كل استحقاق سياسي أو انتخابي يستحضر هذا الملف؟ هل هذا واقعي نوعا ما أستاذ علي؟ مساء الخير، أهلا بكم سيدي. في الحقيقة يعني هو غير واقعي وواقعي، بمعنى آخر بأن لكن غالبا ما تستخدم قضية اللاجئين السوريين النازحين السوريين في لبنان تستخدم لأسباب سياسية، لأمور قد تكون محقة لكن يراد بها ربما باطل. دعنا في البداية نؤكد بأن طرفي لبنان، قوى 8 آذار بقيادة حزب الله وقوى 14 آذار، نعم، الطرفان اشتغلا على مسألة النزوح، ثم وتبادلا الترحيب، ثم تبادلا الأدوار في عملية إعادتهم إلى بلادهم. نعم. وبالتالي يعني، وهذا يدل على أن هناك عملية تكاذب كبيرة وعملية استثمار هائلة لملف النازحين السوريين، وهناك قوى سياسية أثرت خصوصا من الذين احتضنوا النازحين السوريين في بداية الأزمة السورية عام 2012 و13 و14. هناك قوى، وهي مع الأسف محسوب يعني هي قوى محسوبة على 14 آذار، أثرت على حساب النازحين السوريين. ومن ثم الآن، لأن هناك سمت إعادة تخصيب للنظام السوري وإعادة يعني إعادة دمجه في المنظومة العربية من خلال انفتاح الدول التي كانت رأس الحربة في الهجوم عليه بهدف إسقاطه، وأعني بها الدول الخارجية خاصة. نعم. هذا ما أحدث إرباك، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية ميشيل عون والفريق الذي يمثله في الحكومة، وهو هنا أيضا ربما ينطق باسم حزب الله، دفع لإعلاء الصوت ولابتزاز أوروبا بمسألة اللاجئين أو النازحين السوريين في لبنان وتهديدهم. ولكن أستاذ علي، لماذا يصر محور حزب الله على إعادة اللاجئين السوريين رغم أنهم يعلمون بالمخاطر التي تحيق بهم؟ ما الفائدة من وراء ذلك أستاذ علي؟ هم يقولون يعودون إلى المناطق الآمنة. نعم. يعودون إلى المناطق الآمنة، لكن ثمة تقارير كثيرة تحدثت عن أن بعض الذين عادوا من النازحين السوريين بين قوسين إلى المناطق الآمنة تعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل، وهناك أناس آخرين، نازحين آخرين عادوا وكانوا محل ترحيب. دعنا نتفق أيضا على أن النازحين السوريين ليسوا فقط من المعارضة السورية، هناك أيضا نازحين النظام السوري، يعني الموالين للنظام السوري، وبالتالي هنا المسائل مختلفة. زد على أن ما يتوجس منه حزب الله وحليفه ميشيل عون بشكل محدد، أن ما يتوجسون منه بأنه فيما لو انزلق الوضع الأمني واهتز عسكريا، ربما يأتي هناك من يستثمر في النازحين السوريين عسكريا. يعني الآن الأعداد الموجودة من النازحين السوريين بحدود 950 ألف نازح سوري، يعني بالحد الأدنى يخرج منهم 100 ألف مقاتل محترف مدرب على السلاح. لا أحد يدري كيف تكون وجهتهم، سيما وأن هؤلاء النازحين السوريين لديهم ثأر حقيقي ومعروف، وهذا الثأر هو من حزب الله الذي تدخل في سوريا بدون قرار لا من الحكومة اللبنانية ولا بمشورتها ولا بموافقتها، وتدخل بما هو أبعد أيضا من سوريا. ولبنان بهذا المعنى يدفع ثمن بأنه تسبب أيضا في إزكاء الاقتتال الداخلي بين السوريين وفي
وفي دفع أعداد كبيرة منه إلى مغادرة أراضيها. يعني مثلا هناك جزء من سكان القصير ومضايا والزبداني وبلدان يسكنون في لبنان، هل وبالتالي تعتقد هذا أستاذ علي، أستاذ علي، هل نعم تعتقد أن لبنان وخاصة محور حزب الله قادر على الضغط على أوروبا لإعادة دعمها عبر ورقة اللاجئين السوريين؟ تعتقد ذلك أستاذ علي؟ بدون شك هذه ورقة خطيرة وورقة مهمة، وهي ورقة تتوجس منها أوروبا. للمعلومة الاتحاد الأوروبي يعني هو اليوم يدعم في ظل الانهيار المالي والاقتصادي المعلوم، يدعم مثلا الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية بالعتاد والتغذية وحتى بالمساعدات. هناك كلام عن مساعدات مالية. شرط المجتمع بين قوسين، المجتمع الدولي الذي هو سبب مأساة العرب من المحيط إلى الخليج، نعم شرط هذه المساعدات هو أن يتحول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى حرس شواطئ يمنع تدفق اللاجئين باتجاه قبرص واليونان وإيطاليا، يمنعهم حتى لا يتسلل بين قوسين ضمن قوافل أو قوارب الموت أو قوارب الهجرة غير الشرعية، حتى لا يتسلل من يتوجس منه هذا الاتحاد الأوروبي بأنه ذو خلفية إرهابية أو قد ينتوي القيام بأعمال نعم إرهابية في أوروبا. أستاذ علي، فيما يخص المواطن اللبناني، هل تعتقد أن الشارع اللبناني بات يهمه تصريحات الساسة بخصوص اللاجئين السوريين؟ طبعا طبعا يهمه، لكن ايضا هناك في لبنان شارعان، شارع متعاطف مع النازحين السوريين وشارع غير متعاطف مع النازحين السوريين، بل هو عنصري تجاه السوريين، واكثر من يعني نكل بهم وبعنصرية فظة وغليظة هو جبران باسيل، نعم صهر رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، وهذا أمر معلوم ومعروف جدا. بدون شك الحكومة اللبنانية أخطأت منذ البداية بأنها لم تعمل على تنظيم النازحين السوريين من البداية، وضبط أماكن إقامتهم وطريقة حياتهم. ضف على ذلك أن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين، وضف على ذلك أن هناك مثلا اليوم اللبنانيون في ظل هذه الأزمة الخانقة الاقتصادية يتمنون أن يكونوا نازحين مثل السوريين، بفعل ما يأتي للنازحين السوريين من مساعدات مالية من الأمم المتحدة وغيرها من الدول المانحة. نعم ورئيس الجمهورية يقول طالما أن هناك في أمكنة أو مواقع أو مناطق آمنة في سوريا فليعودوا إلى سوريا وادعموهم في سوريا، لماذا تدعموهم عندنا؟ نعم وهذا أستاذ ما علي، أثر على وهذا ما نعم أثر على البنية التحتية المنهكة أساسا في لبنان والاقتصادية. عبر تطبيق زوم من طرابلس، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لكم.